حسن التنظيم، وطبعا هو مدير الدوره، وما ننساش الرائع الجميل عيش هشام عضو المجلس الجماعي نائب رئيس المجلس الجماعي. هذا الثلاثي حقيقه لا لا عفاكم صفقوا عليهم بحراره لان رجال افداد والله. المبلغ المالي 4000 درهم زائد ميداليه، وكذلك هناك تروفي تذكار الدوره الثالثه لماراثون مدينة أكادير. الحمد لله اليوم تمكنت من فوز الرتبة الثانية في نصف ماراثون الوطني النسخة الثانية ديالو، اللي شكل واحد يعني تحسن واحد المستوى كبير على النسخة الأولى، وكنتمنى لهم يعني التوفيق في النسخة الثالثة تكون دولية في صيغة دولية إن شاء الله. يعني هو كان سباق يعني صعيب شوية بالنسبة للباركور، كان فيه ديكورات بزاف، وبالنسبة للتوقيت كان توقيت عادي يعني هو على التوقيتات اللي عندك في نصف ماراثون، وكنتمنى يعني ان شاء الله السباقات الجايه نكون في واحد المستوى احسن. تحيه ايضا لجامعه ابن الزهر. هنيئا نبيل ابراهيم يوسف. رئيس ماراثون مراكش، رئيس الجامعه سابقا ومن اطر الرياضه الوطنيه دكتور كوميدري شرفنا بحضوره وهو مدير دورة مراكش التي كانت ناجحة بكل المقاييس، والمبلغ المالي هو 7000 درهم. برافو فايزة. معكم تيامو من مدينة اسفي نادي الاتحاد بن قرير، احتمت على الرتبة الثانية في سومي ماراثون. شارك في سومي ماراثون. يعقوب كتقول لكم مرحبا بكم في زيارة المعرض الهام اللي كاين اللي غيكون من 8 إلى 12 ب مدينة أكادير. شركة كوكاكولا. سي البشير غتبقى معنا، مشكورا سي البشير. غتبقى معنا سي البشير. اللحظة نكرم الوكالة. المبلغ المالي هو 3000 درهم زائد ميدالية. يتفضل. المبلغ المالي هو 5000 درهم. جيت اليوم وشاركت الحمد لله في هذا السباق هذا ديال اكادير. الحمد لله السباق كان في المستوى وقدرت انني نحصل على المرتبة الثالثة، والحمد لله. وكنبغيو نشكروا المنظمين على التظاهرة هذه، وكذلك انتم كنبغيو نشكركم انتم اللي يعني غاديين معنا في لاكورس كاملة، وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا مرة أخرى.